أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل لقوم يعقلون. وفي الوقت
وما
وكل شيء الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل وما له
وإذا
وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن فنعم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب لله الأمر جميعا
استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب